توقعات برج القوس الاسبوع الثالث من شهر يونيو حزيران 2021. توقعات برج القوس: تنشطون في سفر او اتصال بعيد. من يتقدم لامتحان او مقابلة يجب ان يستعد جيدا لها. من صباح الاربعاء تنجحون في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ومكانتكم في مجال العمل. من ليلة الجمعة ترغبون في ممارسة نشاط اجتماعي وتعزيز العلاقة مع الأصدقاء. تواجهون المتاعب مع أحدهم من مساء الأحد. تتراجع صحتكم ويسيطر التعب الشديد عليكم. من يشعر بأي أعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجه للفحص والعلاج.